مرحبا، اليوم حابة أقدم لكم وصفة كتير طيبة، كيك بابس بثلاث نكهات مميزات وبطريقتين سهلين كتير، واختاروا أي طريقة بدكم إياها وصدقوني رح يحبوها الصغار والكبار والضيف وأي حدا بدوقها رح يحبها. خلينا نشوف المكونات. بالبداية ورجيتكم نوع من أنواع البسكوت أوريو بنكهتين، الكاكاو والفانيليا. انتوا ما تتأيدوا بالنوع اللي موجود عندي، اي نوع عندكم يا بسكوت بتقدروا تستعملوه، يعني شغلة سهلة وايزي. اخدت 20 حبة بقلبهم هاي الكريمة وحطيتهم بقلب الكيس وغلفته وبلشت مرحلة التكسير، شايفين، حتى قدرت احصل على شبه البودرة. ضفت حطيتهم بطبعا صحن غميق مثل ما لكم شايفين وضفت لهم 3 معالق جبنة كريمي، اي نوع جبنة بتقدروا تستعملوها، بس مو تروحوا تستعملوا الجبنة المالحة وتقولوا قالت النعابير وتخرب معكم العجينة، أنا ما دخلنيها. مهم، وحطيت معلقة كريم كراميل اللي طالعناها من حليب النسلة، وإذا ما عندكم إياها بلاها، يعني بتقدروا تستعملوا حليب نسلة وبتقدروا بلا عطاء الجبنة الكريمي، يعني بتكفي. هلأ هون مرحلة العجن، بلشت أعجنها بين إيدي وحسيت إذا حسيت إنه ناشف شوي البسكوت بقدر أضيف شوي جبنة كريمي أو كريم كراميل، يعني بس شوي ما كتير. وهون نازلة عجن، يلا وأنا عم بعجن لحتى حسيت إنه تكورت بين إيدي، حسيت إنه خلص الخليط صار جاهز للتشكيل. هلأ بتشوفوا شلون هون عجنت شوي، أخذت معي عجنة لحتى شفت شلون صارت عجينة سهلة للتشكيل، وبقدر يعني بعدين أشكل فيها كرات صغيرة بكل سهولة. حطيت على طرف وبلشنا المرحلة الثانية بنكهة الفانيليا. طبعا هالمرة ضفت الطريقة هي كانت ضفت الخلاط الكهربائي، قلت لكم في طريقتين اختاروا اللي بدكم اياه. نفس الشيء نفس المقادير، 3 معالق جبنة كريمي ومعلقة كريم كراميل وحطيتهم بالخلاط وخلطتهم لحتى حسيت انه صارت معي متماسكة. خلص هون حسيت انه الخليط كمان جاهز للتشكيل، شايفين شلون صارت، كمان هيك صارت على شكل كرة. هلأ اجت المرحلة الثالثة واللي بحبها كتير هي الكيك، مو بسكوت، كيك، اي كيك عندكم اياه واي نكهة بتقدروا تستعملوا. انا حبيت استعمل هاي النكهة كتير بحبها، ريد فيلفت كيك، كتير يعني طيبة مع هاي الاكلة وبتناسبها. طبعا نفس الشي حطيتهم بالخلاط وحكتب لكم المكونات بصندوق الوصف. حطيت بالخلاط هيك كمية شوي شوي مثل ما لكم شايفين، وثلاث معالق جبنة كريمي بالبداية، وضفت لها شوية معلقة كريم كراميل وخلطتها مثل ما صارت هاي العجينة، شايفينها صارت على شكل كرة. أنا ولادي بياكلوها هيك من كتر ما بحبوها. وبعد ما صارت جاهزة عندي صاروا الثلاث نكهات موجودين، نكهتين بالبسكوت الكاكاو والفانيليا ونكهة الكيك. وطبعا انتو قلت لكم أي نكهة بتقدروا تستعملوها. هلا اخذت صرت اخذ اول شيء بلشت بمرحله الكيك، عندي قالب مشان يطلعوا كلهم بحجم واحد ويبقى شكلهم حلو. اخذت منهم قطعه صغيره وبلشت احطهم بقلب عندي على شكل الكيك دوائر، صرت احط كل قطعه بقطعتها مشان ابلش اشكلها كرات صغيره وحجم واحد، شايفين. طبعا اللي ما عنده قالب بيقدر يستعمل اي شيء على شكل دائري. صرت أطالع القطعة وأرجع أكورها بين إيدي حتى أقدر أحصل على هذا الشكل اللي أنتوا شايفينه، كتير ملمسة حلو وظريف. شوفوا ورجتكم كمان معلقة عندي إياها على شكل كمان دائرية، حطيت كمان منها قطعة، يعني ورجتكم إنه بتقدروا ما عنده قالب بيقدر يستعمل المعلقة، بيقدر يستعمل طبعة الآيس كريم، عرفتوا هاي المعلقة كمان بتقدروا تستعملوها على شكل دائرة، يعني أي شيء. وإذا ما في عندكم بتقدروا تاخدوا قطعة بإيدكم وتكوروها، ما في مشكلة، مهم ما تتكاسلي، عمليها واستمتعي انت ولادك بالطعم اللي كتير طيب. شايفين شلون هون بعد ما كورتهم كلهم وخلصوا معي حطيتهم بالفريزر لمدة 30 دقيقة، هي خطوة مهمة مشان يجمدوا معك ونبلش بالخطوة اللي بعدها. هلأ هون عندي شوكولا، اي نوع طبعا شوكولا، كمان ما تتأيدوا باللي تشوفوه عندي، اي لون اللي بتحبوه انتو بترغبوا فيه. عندي هون شوكولا بيضة سميكة شوي بلشت نبشرها، طبعا ساعدتني لونا وهي مبسوطة بدها تاكلها، انا بتحب هي النوع من انواع الحلو كتير. وطبعا انتبهوا انتوا عم تبشروا. حطيتهم بثلاث اكواب مثل ما لكم شايفين، نوع ابيض شوكولا والتاني ضفت له لونه بينك بس مشان يعطي لون، طبعا انتوا ما عندكم بينك لا تضيفوا. والثالث حطيته كاكاو بس ضفت له معلقة نوتيلا، واذا ما عندكم نوتيلا كمان ما تضيفوها بس بتعطي نكهة طيبة.
وحطيتها بالمايكروويف 20 ثانية، مو تروحوا تحطوه دقيقتين ثلاثة تحرقوها أول مرة، انتبهوا هاي مرحلة كتير حساسة، كل 20 ثانية بتطالعوها بتحركوها لحتى دابت معكم خلص تكتفوا. حطيت أول 20 ثانية حسيتها لسه بدها كمان 20 ثانية تانية، صارت جاهزة وعم بحركها. شايفين هون ضفت لها زيت نباتي، حطيت لها شي معلقتين أو ثلاثة، طبعا كل معلقة بمعلقتها، ما تضيفوا كمان كله، شوي شوي دائما حاولوا كل شوي بشوي وبتحركوا لحتى صار معكم هيك خط سائل خلص تكتفي. جينا على مرحلة البينك شوكليت، كمان حطيت لها شوية معلقة ملون طعام بس مشان يعطي لون هيك اللي انتو شايفينه، كتير بحب هذا اللون. وضفت لها كمان نفس الشي معلقة زيت نباتي، اول شي ضفت لها معلقتين وحركتهم. هلا هون شوي اخدت معي زيت اكتر، ليش؟ لانه حسيت انه الشوكولا البيضة مع البينك بياخدوا شوي زيت يعني. رجعت ضفت لها هون معلقة كمان تانية ومعلقة رابعة. أخذ معي لكوب هذا الشوكولا شي 4 معالق زيت، وضليت عم بحركها. طبعا ما تضيفوا زيت كتير بسرعة، أول شي معلقة معلقة وحركتها، شوفوا شلون صار معي حتى زبط هذا الشكل. وقفت نفس الشي كمان، بلشت بالشوكولا البيضة كله نفس الشي، كمان حطيتها بالميكروويف 20 ثانية لحتى دابت معي، أول 20 ما دابت، تاني 20 دابت. وحطيت لها معلقتين، معلقة أول شي طبعا زيت وأحركها، ما حسيتها صارت معي ضفت لها معلقة تانية حتى زبطوا معي هيك، صاروا جاهزين. شايفين شلون؟ وبتحركي كتير منيح لحتى تقدري تحصلي على قوام يعني حلو سائل، ما يعذبك وقت ما بدك تغطسي الكرات. هلأ هون طالعت الكرات من الفريزر وبلشت هيك شوي أكورهم بين إيدي، وغرست بقلبهم عواد، اي عواد عندكم بلاستيك خشب اي عواد هيك رفيعه، غرستهم بالكره وبلشت اغطسها بالشوكلة. شايفين اول شي بلشت بالشوكولا لونه بينك، وبتقدروا بعد ما بتخلصوا تمدوها بالورق الزبده، ما عندكم تحطوا نايلون ما عندكم، بس مشان انه ما تلزق. انا صفيتهم هيك بالوقوف، اي شغله باكسي عندكم سميكه شوي بتقدروا تغرسوا العوده مشان يعطي هيك شكلها حلو. شايفين هيك انا يعني مشان ما يتلزق الشوكولا عندي او شيء. طبعا بتقدروا، انا ايام بستعمل بالورق الزبده بستعمل النايلون يعني اللي موجود عندي، ما بتكاسل على شغله يعني اللي موجود بقدر استعمله. هلا هون بلشت النكهه الثانيه للكاكاو، نفس الشيء كمان غرست العوده بقلب الكره وغطستها بالشوكولاته الكاكاو مثل ما انتم شايفين، وصفيتها جنب البينك. وهلا وعملت نفس الشيء المرحله الثالثه لونها بالشوكولا البيضه. هلا انتو بتحبوا هي يعني شوي هيك مغطسه، بتقدروا تزينوها اي زينه عندكم، تقدروا ترشوا عليها هيك زينه مشان تعطي شكل حلو تستمتعوا فيها الاولاد. طبعا صفيتها جنب البينك، وما في شغله 10 دقائق في مكان بارد بيبردوا راسا. انا طبعا هون شو عملت، شلت العواد بكل سهوله بعد ما يبردوا معك، قدرت انا اشيل العواد. انت ما بدك تشيليهم لا تشيليهم، يعني شلت العواد وزينتها، كل واحد مثل ما بيحب يقدر يزينها. وان شاء الله الفيديوهات الجاي حنعمل كتير بنكهات طيبه وحورجيكم مرحله التزيين يعني. هلا بس خدوه مرحله مرحله. يلي حابب يجرب. وصاروا جاهزين، وبعدين صفيتهم قلت لكم، قدرت بعد ما بردوا شلتهم كتير العواد بسهوله وزينتهم هيك مثل ما لكم شايفين. وصحتين والف هنا. It's really good. So I want you guys to like and subscribe and like, okay? Bye guys!